لما يقولون لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح وصححه البهيم الألباني وصححه البهيم الألباني وصححه البهيم الألباني. الحمد لله مجموعة من الشباب الغيور يتواصل حتى على تهجم بعض المنافقين وبعض الحاقدين على العلماء وعلى الدعوة إلى الله عز وجل. إن شاء الله سيأتي الوقت للرد عليهم، وخصوصا ذلك الأفاك الكذاب الأشر وهو من شداد الآفاق، ذلك العشاب المغربي الذي يتطاول من جديد على شيخنا الألباني. وشيخ الألباني ما هو إلا رجل من المسلمين لا هو عليه نتقرب إلى الله بحبه ولا نرفعه فوق درجة العصمة، حينما اتهمه ويقول بأن أهل السنة والجماعة يقولون قال البهيمة الألباني. سيأتي الوقت لنفند مزامعك وكن رجلا على الأقل، وقبل ذلك التحدي الذي عرضناه عليك، ولازلنا الحمد لله على عهد.